تحتضن مدينة جدة السعودية الثلاثاء المقبل سحب قرعة البطولة العربية للأندية التي يشارك فيها ممثلا العراق القوى الجوية والنفط، وتلعب البطولة بين 2018 ونيسان 2019 بنظام الذهاب والإياب بما في ذلك المباراة النهائية، ويصل عدد فرقها إلى 32. هذا وأعلن الاتحاد العربي الذي يترأسه رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ توقيع 30 ناديا اتفاقيات المشاركة، وستحدد التصفيات أو تحدد هوية الناديين 31 والثاني والثلاثين، وسيحصل النادي الفائز بلقب البطولة على 6 ملايين دولار.